وعموما فإنه لا كما يشتهر بين بعض الناس إن هذا الشهر هو شهر الطعام والشراب والشراء والتسوق والخروج ليلا كما يعبرون، بل هو شهر الطاعة والغفران، وشهر الإنابة والتوفيق، وشهر الزهد والورع، وشهر الابتعاد عن الدنيا وزينتها. فلا تجعلوا من هذا الشهر إلا للتكامل والصبر على البلاء. واعلموا أن هذا الشهر هو الشهر الأول بعد زوال الطاغية صدام الهدام، الذي لطالما هتك حرمة هذا الشهر بالقتل والإرهاب وتضييع أول يوم منه، وشق عصا المسلمين في العالم كله، وإجبار المؤمنين في السجون على الإفطار أو على تطبيق شريعته التي لا يعترف بها كل مؤمن غيور. هذا وإن شهر رمضان مبني على الزهد في الطعام والشراب، ويستحب فيه تقليل النوم، فإن أحد أعماله هو إحياء الليل بالعبادة وقراءة القرآن والصلاة وغيرها من الأعمال المخصوصة والعامة على حد سواء، ولا سيما دعاء الافتتاح، فإن فيه الفضل الكثير والخير العميم، ويجمع خير الدنيا والآخرة، وفيه طلب الفرج وانتهاء المرج والحرج وزوال الظلم والاستبداد، مضافا إلى ما فيه من الخشوع والخضوع أمام الله جل وعلا. إذن فليرفع على جميع المآذن والمنابر من جنوب العراق إلى شماله ومن شرقه إلى غربه، فإن فيه عنوان الوحدة وعنوان رفض الباطل وأهل الباطل بعونه تعالى، ولنتمسك بقراءته في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، لكي يكون دعاء مقبولا وصوتنا فيه مسموعا، فتزال هذه الغمة عن هذه الأمة، ويكون الفرج قريبا بعونه تعالى.